هنا في البداية نبارك لنادي البنك الأهلي صعوده لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز. طب تبارك كمان لأسوان بقائها وبقاء أسوان وسيراميكا كليوباترا وصعود سيراميكا كليوباترا. لا الحقيقة في تطور جامد جدا. سيراميكا محتاج حسم الخميس اللي جاي، وغزل المحلة محتاج خصم كمان، كل واحد منهم محتاج نقطة ويصعد نقطة من ماتشين. من ماتشين، من الماتش اللي جاي، من الماتش ماتش اللي واحد. ماتش الواحد لا اللي يبقى لسه. لكن البنك الأهلي صعد رسميا. الأهلي صعد رسميا عشان يبقى البنك الأهلي والنادي الأهلي. طيب البنك الأهلي أعتقد أنه كمان في الباسكت عامل فرقة كويسة، يعني هو بيرعى الرياضة بشكل محترم واقترب كثيرا أكثر من مرة من الصعود. مبروك، كل التوفيق إن شاء الله لكل الأندية الجادة اللي الحياة بتسهم في تغيير واضح ومؤثر في خريطة الرياضة المصرية.